أما بقى في مجال الرياضة، امبارح كان افتتاح بطولة البادل، مشاركة النجوم الكبار طبعا الصقر الكابتن أحمد حسن والكابتن سيد معوض. وهقول لكم إن تفاعل الجمهور امبارح معاهم كان عالي جدا، وجود أحمد حسن وسيد معوض كان إيجابي في أول أيام المهرجان. جمهور كان متواجد بيشجعهم، راح علشان يلتقط الصور التذكارية. والحقيقة دايما نجوم الكرة بالتحديد في أي مكان بيخطفوا الأضواء، لأن هي دي اللعبة الشعبية الأولى، ما بالك بقى لما يكون نجوم اللعبة الشعبية الأولى وبنجوميتهم وبمحبينهم متواجدين عشان يكونوا بيمارسوا رياضة أصبح ليها شعبية كبيرة جدا جدا وهي البادل. فبقى الناس بيكونوا متحمسين لها جدا، بيحبوا إن هم يروحوا علشان يتفرجوا عليها. تعالوا نروح معاكم دلوقتي نعيش اكتر الاجواء عامله ازاي هناك، ونشوف لقاءات ايضا مع الكابتن احمد حسن والكابتن سيد معوض من خلال مهرجان العالمين، ونرجع لكم نكمل كلام. سعيد جدا جدا بالاجواء، يمكن دي مش اول مره اكون هنا. انا كنت موجود السنه اللي فاتت، ويمكن عملنا المباراه اللي هي كانت مباراه الجيل الذهبي، وكان كل النجوم الجيل اللي هو حقق نجاحات وانجازات لمصر كله كان موجود السنه اللي فاتت. واعتقد اني السنه دي انا شايف ان فيه الموضوع بقى افضل، الاجواء حلوه فعلا. العالمين الجديده حاجه ممتعه ممتعه، مش بس لينا احنا كمان كمصريين. انا سعيد جدا جدا بالتواجد الاخوه العرب اللي موجودين، بالاجانب اللي موجودين في الاوتيل، يعني بجد حاجه فعلا تاكد اني اني اني, إني في سياحة موجودة، سواء سياحة عربية سواء سياحة أجنبية، وده الهدف اللي أعتقد اللي تم إنشاء العالمين الجديدة للهدف ده. فأكيد الواحد بيبقى فخور إن إحنا عندنا حاجة حلوة كده نفتخر بيها قدام الناس كلها. ربنا طبعا أكيد بينعم علينا بجو حلو طول السنة، عندنا بحر من أحلى الشواطئ اللي موجودة، شواطئ من أحلى الشواطئ اللي موجودة في العالم كله. فبجد يعني الواحد سعيد جدا جدا، و يعني ان شاء الله باذن الله دايما من تقدم لتقدم ان شاء الله باذن الله. هيبقى عدد كبير من النجوم هيبقوا متواجدين، اغلبيتهم لعيبه دوليه ولعيبه اهلي ولعيبه زمالك، وان شاء الله الهدف من المباراه هو نبذ التعصب، لان احنا مش عايزين اي تعصب خالص، عايزين ان احنا في الاول وفي الاخر منافسه شريفه. اتمنى ان المنظومه الرياضيه كلها، لعيبه ادارات كل المنظومه الرياضيه، تفهم ان في الاول وفي الاخر احنا بنتنافس منافسه شريفه، محدش يدخل في وسطنا ويبوظ الاجواء الحلوه بتاعتنا. لان في الاول وفي الاخر زي ما بقول كلنا اتبسطنا لما الاهلي فاز بدوري الابطال والزمالك فاز بالكونفدراليه، في الاخر هم بيمثلوا مصر. المنافسه يجب ان هي تكون منافسه جوه الملعب، مش عايزين زي ما بقول يعني الهدف من المباراه اللي جايه دي ان احنا بجد بنوصل رساله للناس كلها، يا جماعه احنا اخوات جوه وبره الملعب. لان في الاخر اللعيبه دي كلها اللي بتنافس بعض، سواء اهلي زمالك بيراميدز اسماعيلي مصر، كل الانديه الجماهيريه اللي موجوده في الاخر هم بيتلاقوا مع بعض في المنتخب، بيبقوا وحده واحده، بيبقوا كلهم على القلب رجل واحد، وهو طبعا ان هم بيمثلوا بلدهم. فاتمنى ان نقلل التعصب، والناس اللي بتحاول تخلق نوع من انواع التعصب نحن يعني كلنا نقف ضدها، ودايما ربنا يحمي ان شاء الله بلدنا، وان شاء الله المنظومه دي تبقى افضل في اللي جاي باذن الله ان شاء الله.